صاحب أكبر وأفخم شركة مطابخ ومطاعم في دولة قطر. صارت الأحداث، خرجت تلبية لنداء الملك ثم نداء الوطن. قدر الله ما شاء فعل، تطورت الأمور. يعلم الله اليوم صار لنا تقريبا شهرين وخمس وعشرين يوم من يوم بدأت المقاطعة. ثلاث مكيفات شغالة ببيتي والله ما طفيتها، حلالي، شركتي، شهادتي، خبراتي، شهادة الدراسية البناتي. أنا أب لخمس بنات، جيت هنا للدولة صار لي الحين شهر من يوم بدأت المقاطعة وأنا مرسل للديوان الملكي بقيتين، بقية باسم الملك وبقية باسم ولي العهد. كل يوم أتصل تليفون الإخوان اللي موجودين بالديوان يقولون لي تحت الدراسة وتحت الإجراء. أنا أناشد تحت الدراسة وتحت الإجراء شهرين وخمسة وعشرين يوم على وشه. أنا كاتب لهم كتاب أنه أنا خرجت في ملابسي شهرين وخمسة وعشرين يوم دراسة وتحت الإجراء في حال أسرة سعودية طلعت في ملابسها. والله يا ولاة الأمر أنهم ما يرضون بالموضوع هذا، والله ما يرضون، والله ما يرضون ولا يخلوني. لكن أنا تحس بخاطري، أنا يعلم الله يمكن أنا واحد بعد الألاف اللي يقدم على الديوان ولا تصل ولاة الأمر. ليه ما تصل ولاة الأمر رسائلنا؟ أسبوع اللي فات أنا راسل لهم رسالة عن طريق البريد أيضا أذكر بأنه البرقيتين اللي أرسلتها بالأرقام المدونة عندهم عبر رسالتي بأنها أهملت. ليش تهمل؟ ليش يدفعون الدفع مع